لا كرب ولك ايه؟ لا كرب ولك رب. سؤال يطرح نفسه، ما السبيل، ما السبيل لرفع الصخور؟ جملة اعتراضية، ما السبيل لرفع الصخور؟ لسائل ان يسأل ما الصخور؟ فالهم والغم والكرب والابتلاء، هذه الصخور على قلب المؤمن، كيف تزيل هذه الصخور من قلبك؟ اعلم ان هذه الصخور لا تزول الا بذكر الله رب العالمين، لا تزول الا بالقرب من الله، لا تزول الا بذكر الله. قال الله عز وجل في القرآن: الا بذكر الله تطمئن له القلوب. اذا جاءك هم، هناك روشتة محمدية، روشتة محمدية، تلاقي واحد النهاردة عمال يشكي الظروف والجوابات والفلوس والرزق، الدولار، دولار، يا عيني على الدولار. متابع الحج ما شاء الله، هو انت شغال في بورصة؟ تمالك ومال الدولار، دعها سماوية تسري على قدري، لا تفسدنها برأي منك منكوسي. ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركب من بعل ومن فرسي. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. دولار مين يا ابا؟ دولار مين يا قلبي؟ وربنا قال لك: وفي الدولار رزقكم وما توعدون. لا، قال لك: وفي الارض رزقكم وما توعدون، برضو لا. في التجارة رزقكم وما توعدون، 30 لا. قال الله: اقرأ معي ان شئت قول الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. دع التدبير للذي رفع السماوات بغير عمد. يرفع الهم بكثرة الذكر، يرفع الغم بالقرب من الرحمن. هذه الصخور على قلب المسلم. يا عم ما تنعش الهم، لا كرب ولك ايه؟ لا كرب ولك رب. سيدنا يونس في بطن الحوت ضاقت به الارض وضاقت نفسه حتى صار كأنه فارس لا سيف في يده، والحرب دائرة والناس تضطرب. سلم الامر لمين؟ قال: اللهم اني اسجد لك في مكان لم ولن يسجد لك فيه احد من خلقك. لما الحوت خطفه، اوحى الله عز وجل الى الحوت وقال له: يا حوت لا تكسر له عظما. اوعى تجي يمه يا حوت. حبيبي سيدنا الحوت، ربنا قال له: اوعى تجي يم يونس. يا حوت لا تكسر له عظما، ولا تنهش له لحما، ولا تمص له دما. ليه يا رب؟ فانه نبي من قبلي. قال ايه؟ قال: لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين. قال النبي صل على النبي: من دعا بدعاء اخي يونس الا استجاب الله له. قال الله في الانبياء: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الكلام كثير والعقبة كؤود والناقد بصير، ولا يحق المكر السيء الا باهله. ختاما، عايزين نرفع الصخور، الصخور اللي هي ايه؟ الهم، الغم، الكرب. ناعي هم الدنيا وحاططها فوق دماغك، الناس عمالة تبني واحنا ما بناش، الراجل اشترى عربية واحنا يومنا اسود كده. لا تنظرن الى القصور الفاخرة، وانظر الى عظامك يوم تمسي ناخرة، واذا رأيت زخارف الدنيا
عاش عيش الآخرة. نهاية دقيقة واحدة، الدنيا مش هتريحك يا قلبي، والله ما هتريحك. اللي عنده شوية أرض عايز يجيب كمان فدان، أما لو الفدان اللي في الناحية الشرقية يجي يا سلام، جاب عربية لاده يا سلام، لو حتى مش عارف ايه، او مرسيدس. طب جاب المرسيدس، الولا ابني نفسي ندخله شرطة. طب ولا دخل شرطة، انا نفسي ندخل ابني التاني دكتور. الدنيا فيها طلب، تعب، نغص، ممل. لعنها الله في القرآن، اقرأ معي ان شئت قول الله في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من الايه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. خلي بالك، خلي بالك معايا، اللي نايم اللي نايم يجيله حلم يقومه من أحلى نومه، والله تلاقيه جاله كابوس. طب واللي صاحي نعهم بالعياد، واللي بيعد في الفلوس مش عاجبه، والفقير يقول اما ده الدولار بقى، حتى الغلبان بقى بيتكلم في الدولار، ده كانوا بيقولوا عليه دورا بقى، يعني حاجات غريبه كده. ما علينا، الدنيا مش مريحه، بس على فكره كل انسان ملك الدنيا كلها، اعلم ان ده كله ما يجيش مقابل اول ليله في القبر. من ذا الذي قد نال راحه فكره في عسره من عمره أو يسره، يلقى الغني لحفظه أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا راغبا في كثره ويظل هذا ساخطا في قله. سن البلا ولكل شمل فرقة يرمى لها في يومه أو شهره، وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلززا معهم بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تدري الهموم بفكره. ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره، كيف الفعال أيا أخي فيما ترى، فصبرا على حلو القضاء ومره. شكرا، هذا مجمل القول، عجزت فيه عجزا على الوابل إلى الطل، فخرج إليكم خاطرة طيف، وأرجو أن تكون قد فهمت لغة الضيف. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.